ان شاء الله كمان نشوف نادي الزمالك بطلا للكونفدراليه عايزين للمره الثانيه في اه حياتي. عايزين مثلا بمريخ كده كابتن احمد نطمن جمهور الزمالك ان شاء الله باذن الله وجمهور الكره المصريه ان الحكم الدولي السنغالي عيسى سي اللي هيدير المباراه بكره زمالك ونهضه بركان واحد من الحكام المتميزين كان مرشح ان هو كان في مفاضله بينه وبين دحام بدا اللي هو كان في الفار النهارده ان هو يدير نهائي امم افريقيا 2023 في كوت ديفوار فحكم هو عنده حضور ادى البطوله بطوله امم افريقيا بشكل جيد وادار فيها مباريات مؤثره فان شاء الله باذن الله هو بكره المفروض ان هو بكره مش الزمالك بس يتوج باللقب هو كمان يتوج نفسه بلقب ان هو واحد من حكام النخبه في القاره السمراء. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك بكره قدام نهضة بركان المغربي.